قاعد بقى بتفطر مع الفراعنه هنا. بص دي 9.7 كريب. انت بتفطر اوبن بوفيه فعندك خيارات كتير جدا. احلى حاجه بقى ممكن تسمعها الصبح طشه الطعميه، احلى فول في مصر الجديده. طيب النهارده بنجرب تجربه مختلفه تماما. النهارده احنا رايحين واحد من افضل الاماكن اللي ممكن تفطر فيها في مصر، مكان هنفطر فيه وطلع على الاهرامات على طول، وهنجرب الفطار على عربيه فول ونشوف مين يكسب. المكان الاولاني اللي احنا رايحين نفطر فيه دوت تكلفه الفطار فيه لشخصين هو 300 جنيه، والفطار على عربيه الفول لشخصين هيبقى تكلفته في حدود 30 جنيه تقريبا. تعالوا مع بعض بقى نشوف الفرق ما بين الاثنين ونشوف مين يكسب. وصلنا بقى عند جريت بيراميد ان، المكان اللي احنا هنفطر فيه الفطار الفخم اللي احنا اتكلمنا عنه. جريت بيراميد ان ده الفندق اللاونج اللي احنا فيها ديت اسمها روف توب 7000. في المكان هنا بقى عندك ثلاث خيارات ان انت تاخد الفطار بتاعك فيهم. في بقى جزء جوه كده مقفول بعيد عن الهواء وبعيد عن البرد، الدنيا دلوقتي برد، درجه حراره 9، احنا لسه صاحيين الصبح فالدنيا ساقعه شويه. وفي بقى خيار ان انت تقف فوق في المكان اللي فوق دوت، برضو مقفول نوعا ما واخد فيو اكتر، شايف الدنيا اكتر من كده، يعني الرؤيه بتبقى واضحه اكتر. وفي بقى المكان اللي احنا واقفين فيه ده ان يعني انت قاعد برضو تقدر تاخد الفطار بتاعك عادي جدا، الدنيا هاديه برضو، جو لذيذ، قاعد على رواقه. فتعالوا مع بعض بقى نشوف ايه خيارات الاكل الموجوده. فكره بقى ان انت بتفطر في اوبن بوفيه في مكان زي كده، ففي خيارات كتير جدا، عيش بانواع مختلفه، عندك بقى في هنا في فينو، في هنا عيش بلدي، في كمان عيش توست لو انت عامل دايت زي كده وعايز تستخدم حاجات زي كده، فعندك خيارات صحيه يعني. عجباني بقى فكرة دي طواجن او حاجة زي كده، يعني الرصة بتاعتها شكلها ظريف، المكان حلو صراحة. برضو في كورن فليكس، وفي انواع مختلفة من الزبادي، عندك هنا بابا غنوج، حاطط لك هنا فاكهة، وفي هنا انواع مختلفة كتير من السلطات، الدنيا هنا فيها اوبشنز كتير. احنا اول حاجة هنعملها بقى ايه، هناخد عيش توست واحدة واحدة كمان بس كده، ده العيش اللي احنا هنستخدمه، احنا عاملين دايت فهنهدى على الدنيا يعني. ممكن مثلا ايه، في بقى عندك خيارين تاخد جبنه شيدر ولانشون، انا هستبعدهم وهاخد تركي. هو حاطط لك هنا تركي لان تركي السعرات الحراريه بتاعته قليله شويه، فمش عايز ايه اخربها. احنا بنجرب كل حاجه بس برضو لازم ناخد بالنا من صحتنا يعني. هنا عندك جبنه بيضه عليها حبه البركه، حلوه حركه حبه البركه دي برضو، ناخد قطعتين. وهنا بقى في حاجات جميله جدا، في خضار وحاجات اللي انا متجه ليها دلوقتي، فحلو ان موجود الكلام ده. ناخد ايه، معلقه قوطه وخيار، وفي بابا غنوج هنا برضو، ممكن ناخد معلقه برضو صغيره، وطبعا اساسي الفول ما نقدرش نستغنى عنه. كده حلو جدا، ناخد بقى الاكل ونقول لهم بقى يعملوا لنا سبانيش اومليت وطعميه، نطلع الاكل فوق ونجربه. هنا بقى الفطار زي ما انتم شايفين في كل حاجه، جبنه فول وجبنه جبن وجبنه حاجات كتير، وبيض وطعميه وحركات، كمان نازل معاك بقى ايه عصير برتقان وميه وحاطط لك كل حاجه. بس ايه، خلينا نبدا بالجبنه الاول، حاطط لك عليها حبه البركه كده ومدلع لك الدنيا. جبنه حلو، تعالوا ندوق البيض مع بعض. البيض حلو جدا 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 يعني. الفكره انا عاده لما باجي اكل اومليت او اكل اي بيض عموما لازم بقى احط فلفل واحط ملح وحاجات زي كده، ولكن هنا مش محتاج احط اي حاجه خالص، هو الاومليت معمول هنا سبانيش عليه جبنه وحركات وكده، صراحه حلو. ماشي، احنا جرب بقى الفول معانا كده ربع بلدي، فنشوف كده مع بعض الفول. لا حلو، اتوقعت ان هو يكون مش متحوج، لكن هو متحوج وطعمه جامد صراحه. حلوه الاجواء دي ان انت تبقى قاعد كده قدام الهرم، شايف الناس داخله والناس خارجه من الاهرامات، قاعد بقى بتفطر مع الفراعنه هنا، يعني قاعد بتفطر مع اجدادك بقى وشايف الاهرامات وشايف ابو الهول ومستمتع بالاجواء الجامده. فندوق بقى الطعميه، بص برده شكله لطيف اهو، الدنيا حلوه. يعني انا بالنسبه لي انا مستمتع اكتر بالاجواء، يعني انا الجو هنا عجبني يعني كفطار وكتجربه جديده وتجربه مختلفه، وقاعد انت شايف كل حاجه. وبرده من الحاجات الحلوه اللي موجوده في الفطار ان هو حاطط لك برتقان فريش، يعني لمسه حلوه يعني، برتقان طعمه تحفه. نعمل بقى اختراع ايه، سندوتش ديناميت، يعني بس سندوتش ديناميت شيك. فنعمل ايه، مقطعين البيض كده وجايبين التوست كده، رافعين البيض حاطينه على التوست، حاطين فوقيه واحده لانشون، حاطين فوقيه واحده شيدر، وحاطين واحده سموك تورك كده، نضيف شويه خيار خيارتين كده. ده شكل الساندوتش معانا، مقفلين كده واكلين كده، ده شكل الساندوتش. ايه رايكم بقى في الاختراع دوت؟ اكتبوا في الكومنتات بقى لو شايفين الاختراع ده حلو ممكن تجربوه. طيب كده احنا خلصنا تجربه الفطار الفخم، الفطار اللي هو ب 300 جنيه لفردين، كانت تجربه حلوه والفيو كان رائع واستمتعنا بالاجواء هناك، وبالنسبه لي تجربه جديده تماما. هنروح بقى دلوقتي ايه عند التجربه الشعبيه او تجربه الفطار على عربيه فول اللي هو اغلب الناس او كلنا ممكن نكون جربناها وبنجربها بشكل يومي، ونشوف بقى الفرق ما بين الفطار دوت والفطار ده ونكتشف مع بعض.
طيب احنا جينا في مصر الجديده عند واحد من اشهر المطاعم الشعبيه هنا، مطعم فول وطعميه اسمه مطعم الفردوس، عشان نجرب بقى تجربه الاكل الشعبي والعربيه الفول والفول اللي طالع من القدره. فتعالوا مع بعض بقى نجرب الاكل هنا. طيب احنا في مطعم الفردوس في مصر الجديده، واحد من اشهر المطاعم اللي انت ممكن تجرب فيها اكل شعبي مصري اصيل. معنا بقى محمود هيقول لي الاسعار ديت اسعار الاكل ايه. طبق الطعميه ده مثلا بكام؟ الطعميه بجنيه، يعني في خمس طعميات يعني ده بخمسة جنيه. طيب وطبق الفول الجميل ده؟ طبق الفول الجميل ده حضرتك بستة جنيه. ستة جنيه. طب والاومليت بقى؟ الاومليت برضو نفس القصه بستة جنيه. والشيبسي قلنا الشيبسي بكام؟ خمسة جنيه. يعني الرينج كله بنتكلم يعني في خمسات وبتاع. 100 100. جرب بقى الاكل الشعبي، الاكل المصري الجميل، ونقول لكم اجمل حاجه بقى ان انت بتفطر في مطعم شعبي او بتفطر الفطار اللي هو بتاع الصبح، اللي هو فطار اغلبنا كلنا بنفطره كل يوم. انت بتحس ان السفره اللي قدامك فيها مهرجان، تحس ان في احتفال على الترابيزه اللي قدامك. الفول بص معمول ازاي، فول وحواليه جزر وفلفل وخيار والزيت والدقه وفي قصص، يعني الطبق ذات نفسه في قصص. عندك الطعميه، يعني بص الطعميه مستويه عليها بقدونس، الدنيا مدلعه، يعني الجو مدلع خالص. الاومليت يعني مش هتلاقيه الاومليت اللي هو الشيك بتاع الفنادق الكلام ده، لا اومليت تاكله يضرب معاك لحد اخر اليوم، جامد، حاجات شديده. يعني الطبق ده برضو يعني لو انت نفسك مسدوده ما ينفعش تشوف الطبق ده الا ولازم تاكل، لازم تاكل وتاكل قوي كمان، يعني لازم تاكل وتدوس جدا. فلا انا متفائل، الاكل شكله حلو وكل شويه يزود لك حاجه، يعني فاهم، يعني مهرجان الاكل ما بيخلصش. عندك مثلا الشيبسي، شيبسي يعني سمعت صوت قرمشه صح؟ عالمي، بسيط بس طعمه حكايه. نجرب بقى مع بعض الاكل، يعني نبدا كده مع بعض بقى. ايه انا مش عارف ابتدي منين، انا متحمس الاول. اول حاجه اجرب الفول، يعني نبتدي بالفول كده، شكله جامد والله. هو ده الفول، يعني هو ده الفول، اقسم بالله عالمي عالمي عن محمود. تاكل وانت بتاكل كده في فرحه في سعاده، الوضع مختلف. جرب الاومليت، غالبا الاومليت ده معمول بالسمنه، طعمه غني قوي يعني ريتش، تفتح نفسك. جرب ايه تاني؟ طعميه بقى، تاخد بقى الطعميه الجميله دي، بس شكلها عامل ازاي؟ حكايه. تاخد طعميه مع شويه فول، شويه الجرجير، وراهم على طول. الشيبسي بقى، الشيبسي يتاكل ازاي؟ الشيبسي ممكن يتاكل لوحده، يعني ممكن يتاكل كده عادي. طبعا في العادي انا مش هدوس بكميات الكبيره ديت، يعني هي الكميات دي اعتقد ممكن كفايه لشخصين ثلاثه يعني، بس انا النهارده نفسي مفتوح. برضو ايه؟ عندك طبق السلطه ده، طبق السلطه متدلع، خيار وقوطه وبصل ومهرجان اكل، مهرجان اكل في السفره اللي انت بتاكل عليها. فممكن ناخد واحده خيارايه، خيار فريش طعمه جامد، ما ينفعش طبعا نعدي الليمون، صح ولا ايه؟ طعمية، طريقة الصح برضو انت تاكل الليمون في فطارك الصبح، تاخد حته طعميه مع فول، الاثنين مع بعض، ماسك ليمونه قطعها كده. بعشق الليمون المعصفر الجميل ده، مش قادر. اجرب بقى البطاطس المهروسه. عاده البطاطس المهروسه ما انت تاكلها المفروض ان ده خيار صحي، يعني عشان يدلع لك الاكل، حاطط لك عليه سمنه، حاطط لك عليه رشه طحينه، حاجات كده تخلي لك الاكل يعني ايه بيتدلع. وعاملين كده، الله، رائع. حاجه بقى نسينا نجربها موجوده كده مهمه، نسينا ان احنا ندوق، وهو البابا غنوج. ظبطت البابا غنوج بالشكل ده مش اي حد يعملها، سهل ان انت تظبط طبق بابا غنوج، يعني ان انت تخلق فيه التوازن بالشكل ده. انا متفاجئ والله، كل حاجه هنا رائعه، مفيش حاجه واحده قلشت منهم. الاومليت، فول، البطاطس المهروسه، البابا غنوج، الشيبسي، كل حاجه جامده جدا. ماشي ماشي، تسلم ايديك. هو لسه يعني انت خلص براحتك كده وبعد تمام جدا، تسلم ايديك يا باشا. هناك بقى كان في اورنج جوس، هنا شاي بالنعناع البلدي، اديله جامد. خلاص التجربه اللي احنا وصلنا ليها في الاخر هو ان المكانين جامدين جدا. المكان في الاهرامات، الناس اللي بتدور على فخامه ودور على الفيو الحلو والقعده اللطيفه والجو الشيك والجو الرايق، فالمكان هناك كويس جدا ومناسب ليهم. اما اللي بيدور على اكل في مكان شعبي حلو او التجربه الشعبيه الصح، هو ان انت تيجي في مطعم عادي جدا زي المطعم اللي احنا موجودين فيه، زي مطعم الفردوس دوت، وجرب بقى تعيش بقى وسط الكم الاكلات الرهيب والطعم الرائع اللي انت ممكن تجربه في مكان زي كده. لان هنا الناس هنا بتركز على جوده الاكل قوي وتركز على طعم الاكل قوي، فالناس اللي بتدور على انها تاكل اكل رايق اكل مصري صح يجوا مطعم الفردوس. كده الفيديو بتاعنا بيخلص، اتمنى تكون التجربه عجبتكم، قدمنا حاجه جديده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ولو عجبتكم التجربه ديت اكتبوا لي في الكومنتات ايه التجارب اللي انتم تحبوا ان احنا نعملها مع بعض. مش تنسوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.